السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سالم سيف السنيدي، طالب في السنة الثالثة بتخصص الهندسة الميكانيكية. يشرفني اليوم أن يشارك معكم إنجازا جمعني بزميلي عبد العزيز المعولي وبإشراف دكتورنا الفاضل الدكتور فسيحة، من خلال مشروع التخرج الذي يهدف لإعادة تدوير المياه الناتجة عن جهاز التحلية بسعة 400 جالون يوميا بتوفيق من الله في عدة مسابقات، وكانت البداية في كلية الشرق الأوسط حيث كنا ضمن الفرق الثلاثة الفائزة ببرنامج الحاضنات بنسخته الأولى، كما حصل المشروع على المركز الثاني بين مشاريع الخريجين لهذا العام، وأيضا مثلنا سلطنة عمان في مسابقة ستارت كاب الدولية المقامة في جامعة أيدن بإسطنبول، والتي كانت فرصة رائعة للتعرف على فرق كثير من مختلف أنحاء العالم، حيث شاركت في المسابقة 13 جامعة و24 فريقا من دول متعددة، وكنا من بين الفرق الخمسة الفائزة إلى جانب فرق من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وتركيا ولبنان، ونحن بإذن الله على تم الاستعداد للمضي قدما نحو تحديات جديدة، وأولها المسابقة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، والتي تأهل فريقنا للمشاركة فيها كأحد الفرق المختارة من بين 80 فريقا. وبهذه المناسبة أتوجه بخالص الشكر لكل من ساندنا ووقف معنا من أساتذة وزملاء وعائلتي التي كانت دائما مصدر دعم وتشجيع، وبالطبع كلية الشرق الأوسط التي منحتنا الثقة والبيئة المناسبة للابتكار. طموحنا كبير وأملنا بالله أكبر، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات وتمثيل وطننا الغالي بأفضل صورة.